ليه يا حبش؟ ليه بتعذب نفسك؟ ليه بتحمل نفسك فوق طاقتها؟ الحب عمره ما كان عذاب. مين اللي قال لك ان انا بعذب نفسي؟ امال انت بتعمله في نفسك ده ايه؟ نفسي بقى وانا حر فيها، اعذبها اهينها اضربها بالجزمه القديمه، انا حر في نفسي. طب انت متعصب ليه كده؟ انا مش متعصب، دي حلقه عايزك تهدي. انا كويسه يا حبش، انا مش زعلانه، وكنت هزعل عشانك انت. انت ليه شايلني حمل فوق راسك؟ حمل يا مديحة اللي بتقول عليه ده؟ انت عمرك في حياتك ما كنت حمل عليا، نشيلك في عليا الجوز، نشيلك على دماغي العمر كله يا مديحة. انا بحبك قوي يا مديحة. عايز اعرف انت بتعيط ليه؟ الدكتور قال لها الحمد لله، المفروض تنبسط، شال من على قلبك حمل كان هيخنقك طول عمرك. اتخانق اموت اولع بجاز، لكن مديحة لا ما تعرفش. لا مديحة كان لازم تعرف. وتعرف ليه؟ تعرف ليه؟ ما احنا عايشين مع بعض زي الفل ومفيش اي مشاكل بينا. يا واد افهم يا واد، كتكنينة تعرف، علشان لو انت حبيت تجيب لك عيل من جوازة تانية او يبقى يحق لك. انا مش هتجوز تاني يا عم، مش هتجوز غير مديحة، انا بحب مديحة ولا يمكن ابعد عنها، مش هتجوز تاني. عجبكم ولا مش عجبكم؟ وبتزعق ليه يا جدع انت؟ اما انك غريب صحيح. خلاص يا عم عجبنا، لا اله الا الله. اذا انت ما كنتش ناوي، انا نويت يا عم. نويت على ايه؟ هتجوز تاني. السلام عليكم. ام هاشم السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. معلش يا ست صباح، طبينا عليكي كده من غير أحم ولا دستور. لا بيتك ومطرحك يا ست سميحة، اتفضلي. يا أهلا وسهلا. حاجة مبرور وذنب مغفور إن شاء الله. ما تخافيش يا أم هاشم. تعالي يا أم هاشم. يا أهلا وسهلا، اتفضلي يا خاتم عزيز. متشكرة يا حبيبتي، أنا جبتلك شوية الحاجات دي من الحجاز ليكي وللعيال. تسلم ايدك اللي شالت لحد هين. خلاص هخش اقول لهم بابا احمد وستي سميحه جابوا لكم الحاجات دي. بقول لك ايه، احمد ما يعرفش ان انا جيت لك ولا ان انا جايبه لك الحاجات دي كده. طيب هاخد بقى ام هاشم وتخش لاخواتها وتوريهم الحاجات دي. هاشم فين؟ جوه مع اخواتها. ما تخافيش يا ست سميح. طب هاتيها بقى عشان نمشي. لا تمشي تروحي فين؟ انت جايه في ايه وماشيه في ايه؟ احنا ستات ونفهم بعض كويس. تقصدي ايه يعني يا ست صباح؟ يعني عايزه تفهميني تدخل مشوار ده كله عشان تجيبي لي شويه الحاجات دي؟ عندك حق، انا بصراحه جايه لك عشان نشوف حل مع بعض الموضوع الدكتور ده. بقول لك ايه، طلاق انا ما بطلقش، انا زيك بالظبط، بل بالعكس ده انا اكتر منك ببين. انتي فهمتيني غلط يا ست صباح، انا قصدي ان احنا الاتنين نشوف حل مع بعض. انا خلاص تعبت وما بقتش قادره عليه، انا ببقى قاعده مع نفسي واقعد ارص وارتب في الكلام اللي هقوله، واول ما اشوفه عاديكي على اللي بيحصل، الكلام كله بيروح مني وانساه، وبعد ما يمشي وفوق ببقى عايزه ادي نفسي 100 صرمه قديم. انا تعبت يا صباح، ده انا بالليل لما احط دماغي على المخده بحس اني نايمه على الجمر، وعيني تفضل مفنجله طول الليل ودماغي تودي وتجيب. يا ترى هو فين ومع مين؟ يبقى خلاص احنا لازم نضلل على نفسينا.
وعلى عيان الراجل ده لازم يتهد. يتهد ازاي يعني؟ يتهد يعني لما يروح لوحدة تانية يبقى زيه زيها كده، تقوم تديله بالشبشب وما يهوبش ناحيتها تاني. برضو مش فاهمة قصدك. أني فهمك، انت مش ابوكي عطار؟ ايوه. خلاص يبقى تايت ولقيناها. شربي ايه؟ ده فضل قال لي اننا هنتغدى، مش كده يا فضل؟ انا فهمت كده والله. تمام يبقى نتغدى يا سلام. لو سمحت والله عايزين شويه كباب وشويه ريش وموستين حلوين كده، والمهم قوي طبق جبنه عليه طماطم متقطعه. اشكرك يا فندم، اشكرك. بصي بس دي جميله، انا لا هلف ولا هدور، هدخل في الموضوع على طول. انا قلت لها كده والله. تمام يا ستي، انا رايدك في الحلال، بس كل اللي يهمني مش عايز دوشه الدماغ. انا قلت لها كده والله يا حاج. من ناحيه دي طب انا عارفه كل حاجه عن الموضوع ده، لا هقول لك رايح فين ولا جاي منين ولا جاي امتى ولا همشي امتى، وماليش دعوه لا ببيتك ولا بمراتك. انت عارفه طبعا ان هما تلات بيوت وتلات ستات. انا عارف كده والله. حلو الكلام. البيت بقى اللي انت عايشه فيه ان شاء الله يبقى هو عيش الزوجيه، وانا يا ستي متكفل بكافه شيء فيه، وابنك اعتبريه ابن من النهارده. انا قلت لها كده والله. على بركه الله نقرا الفاتحه دلوقتي ان شاء الله، وبعدين هقول لك امتى كتب الكتاب والدخل. الفاتحه. الحمد لله. هقول ايه؟ قلت له لا طبعا. ايه جالك قلب تقولي له لا؟ امال عايزين اعمل ايه بس؟ اتجوز راجل متجوز ثلاثه ومخلف كمان ثلاثه، ايه المشكله؟ هيفتح لك بيت وهتبقي عايشه معاه مبسوطه، ولا المشكله في باباكي؟ لا يا ستي، بابا عمر ما هيقولي لا على حاجه انا عايزاها، وخصوصا بقى ان هو بيشتغل معاه ومعجب بشخصيته جدا. وانت كمان معجبه بشخصيته في الحياه، ولو بصيتي من جواكي هتلاقيكي معجبه بيه هو شخصيا. انت شايفه كده؟ انا مش شايفه غير كده، خصوصا انه حطك في دماغ من زمان وبيحبك، واضح انه مش قادر ينساكي. اه فعلا هو قال لي كده، وانا بصراحه مصدقاه قوي. اصل تعرفي الحب ده عامل زي المرض، ممكن يتنشل بالعدوى. بقى الحب برضو مرض؟ اه طبعا مرض، ممكن ما تخفيش منه ابدا. وانا بقى مش عايزه اعيا، ولازم اطلع الراجل ده من دماغي. تبقي اتجننتي. ممكن اكون هقلت كده. كن استنى نمرتك يا عسكري. دلوقتي كل واحد عارف نمرته، وزي ما فهمتكم قبل كده كل نمره لها عمل على المدفع. اول ما تسمع النداء طقم مدفع، كل واحد يقول نمرته وعمله على المدفع. مفهوم؟ يا سبحان الله سبحان الله. بورورم 52 مرة اتفرج على الفيلم ده وما زقش منه ابدا. سبحانك يا ربي. لا في يا سميع ولا حاجة. انا اسفة، انا هقوم دلوقتي حالا اعمل لك. اقعدي هنا. ايه ده انت عايز؟ انت عارف غلاوتك عندي يا سي احمد. ها وبعدين؟ وعارف كمان ان انا عمر ما خطر على بالي احرمك من ابتسامتي في وشك كل يوم الصبح، ولا من سامحني يا احمد وحياتي عندك. انا والله الغيره كانت هتجنني، انا كنت واحده تانية وانا بعمل كده.
واحدة تانية. آخر حد كنت أتصور إنه يجي لي الغدر من ناحيته أنت يا سميحة. طب أبوس إيدك سامح، أنا مش هعمل كده تاني خالص. حياة أم هاشم سامحني سامحني. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. ايوه كده يا حماده يا عسليه، الله ينور عليك. انت تصدق يا اسطى انا كده عاملك شركه مقاولات تقعد تبني عمارات ليل ونهار؟ تصدق بالله يا حاج انا ناقص انام مع العمال هنا عشان نخلص. ده هتبقى اسرع بنايه فيك يا جمهوريه مصر العربيه كلها. عليا النعمه، انا ببقى اكتر لحظات انبساطي في الدنيا وانا بشتغل الشغلانه دي. جدع يا محمد جدع. بقول لك ايه، بقول لك يا حاج، في حته ارض في اخر الهرم، ما تيجي ناخدها نبص عليها كده، نبني عليها يجي 10 عمارات. ايوه كده شجيني يا محمد يا حبيبي يا اخويا. هي تبع مين الارض دي؟ تبع المحافظه، بس عليها شويه مشاكل كده. مشاكل؟ احنا نبص عليها الاول وبعدين نشوف مشاكلها ايه. يلا بينا دلوقتي يا حاج. حالا. لا تؤجل عمل يوم للغد. يلا يلا. طيب خلاص ماشي، هخلص حاجه مع رئيس العمال واجيلك. طب بسرعه. ماشي جدع يا حماده جدع. الو يا مداره، انت فين يا فتح؟ انا عند العماره عند محمد. بالصلاه على النبي، عامل عماره ايه؟ تفرح ان شاء الله، اعمل لك احلى مصنع فيك يا مصر. ايوه يا اخويا كلني. انا ايش ضمني بقى انك عند العماره، مش انك زيغ هنا ولا هنا؟ جريه يا بدريه، وانا هكذب عليك ليه؟ انت دايما كده مش مامنه. لا مش على طول ولا حاجه، انا بس بقيت خايفه تروح تتجوز زي ابوك واخوك وابقى انا هنا نايمه على وداني. يا حلاوتك يا بداره وانت بتغيري عليا. الموضوع مش موضوع غيره، الموضوع ان انا ما بحبش حد يديني على قفاه. يا ستي محدش هيديك على قفاك ولا حاجه، وما تخافيش. طب انت راجع امتى؟ ما اعرفش. طيب انا هنزل دلوقتي اروح مع اختي عند الدكتور. خير دكتور ليه؟ لا دكتور امراض نسا كده يعني، يمكن نتاخر شوي. ما تقلقش. سلام بقى. العتبه جزاز بتسلم ليله ليله، العتبه جزاز بتسلم ليله ليله، العتبه جزاز بتسلم ليله ليله، العتبه جزاز بتسلم ليله ليله. دي تشكيله جديده يا مدام بدريه، تطلباتها جايه لنا من بره بس احنا منفذينها هنا. ده عجبني قوي. يطلع له قد ايه ده؟ هيجي له قيراطين ده يا بدريه. لا لا ما افتكرش، هي حوالي قيراط ونص. عمال نوزنه ونشوف. لا ده قيراط وربع بس يا مدام بدريه. لا ده صغير قوي، انا عايزه حاجه اكبر. هو الشكل عجبني، عايزه نفس الشكل ده بس على اكبر. انا عندي حاجه تحفه بس افتكر هتبقى غاليه شويه يا مدام بدريه. عموما مفيش حاجه تغلى عليكي، بس افتكر هيبقى فوق شويه. فوق فوق يا عصام، ما انا برضو فوق ولله الحمد. يوه خمسة وخمسة في عينيك يا بدريه، يا اختي ما بيحسد المال الا اصحاب. والله قول لي يعني هيبقوا كام ايراد كده ولا يطلع له بكام؟ هيبقى حوالي خمس قراريط يا مدام. ان شاء الله تكون في المريخ، بدل فيها مصلحه تتعمل تبقى تتعمل. اه خد كل اجراءاتك وبلغني. طب مع السلامه دلوقتي. مع السلامه بدريه، اعملي كوبايه شاي. بدريه يبان عليه لسه ما جاتش ولا ايه؟ الساعه كام في ايدك يا حاج؟ 11. طب وده اسمه كلام ده؟ على فكره بقى بدريه بترجع لوحدها متاخر كتير قوي، وانا اتكلمت معاها في الموضوع ده بس انت عارف انا ماليش كلمه عليها. طب اقول لها انت بقى. ان شاء الله. المهم ركز معايا، عايزين نفتح شركة في أمريكا. احنا فين وأمريكا فين يا حاج؟ مالنا احنا ومال أمريكا؟ يا عبيد ده مالنا ومالنا، عشان نبقى جامدين في البورصة لازم أن يبقى عندنا مكتب هناك. أنا قلت ليونس ياخد كل الإجراءات. على كده بقى لازم حد فينا يكون في أمريكا. ها ما احنا مش هنفتح مكتب هناك واحنا التلاتة قاعدين هنا. إن شاء الله ربنا يسهل. ما أنا بقول لك قلت ليونس ياخد كل الإجراءات. المهم عايزك تجيب لي شاشة زي دي عندنا في المكتب، وشاشة عندك في البيت، وشاشة عند أخوك أحمد في البيت كمان. عند أني بيت فيهم؟ التلاتة. ما هو يتجوز وأنا أجيب شاشات. اضحك اضحك يا أخوي، ما هو جواز وخراب ديار. نفسي أشرب خمرة قوي. يو تتجننت يا بدرية ولا إيه؟ يا أختي هو أنت شفتيني شربت؟ بقولك نفسي نفسي. طب حطي الطرحة على دماغ. يلا يا ستي حاسبي عشان اتأخرنا. الطرحة دي مش هحطها إلا عند البيت. خليكي كده لحد ما جوزك ولا حد من إخواته يشوفك وتبقى مصيبة. مصيبة ليه؟ قاعدة مع أختي في مطعم في فندق باكل بالشوكة والسكينة، الطرحة اتزحلقت من على شعري، ذنب أنا إيه؟
فعلا انت عندك حق، مالكيش ذنب. انت هتقعدي بالكتفيه طول اليوم؟ جرى ايه؟ انا عايزه ابقى براحتي، عايزه ابقى على حريتي، مش هيبقى خانقه جوه البيت وخانقه براها. حرام عليك يا بدريه، خانقه فين بس؟ ده انت جوزك معيشك احسن عيشه. امال انا اقول ايه بقى؟ على الاقل انت جوزك بيسيبك براحتك تقعدي عند امك، مش لازق لك كده طول الوقت. يا ساتر، عمري ما حبيته ولا هحبه. الله يسامح ابوك اللي جوزوني غصب عني. يا بدريه، ما خلاص بقى، احنا فين والايام دي فين يا اختي؟ ما يبقاش قلبك اسود كده. ما تسيبيني اهبهب بالكلام. الله، انت هتفضلي واقفه على واحده في كل حاجه؟ عايزه اتكلم يا ستي، هو كلام على جمرك؟ يعني ايه مش موجوده يا عمر؟ ما اعرفش يا حد، من ساعه ما مشيت ما رجعتش تاني، طلبتها في التليفون اكتر من مره مش موجوده. طيب وحاجتها خدتها معاها ولا سايباها ولا ايه؟ اشوفها موجوده ولا لا، هبعت حد يشوفها. اه يا سيدي شوفها لنا، ولو سمحت طمنا. طمنا على ايه؟ ما بركه يا جامع، شوف لنا واحده غيرها، ولا اقول لك شوف لنا دكتور؟ اه احسن، عشان ربنا يبارك لنا في المصلحه. لا اله الا الله، ما ينفعش يا حاج، يبقى شكلنا ايه لو احنا جبنا حد وهي راح تطبع علينا؟ يا سبحان الله، واحنا اللي قلنا لها امشي؟ ما هي اللي خدت في وشها وهبقت ومشي. الصبر يا حاج الصبر، كل حاجه هتبقى زي الفل ان شاء الله، بس انت اصبر. يا جماعه سيبوا موضوع الدكتوره دي، في موضوع مهم جدا عايز اقول لكم عليه. التجار اللي اشتروا الذره جاهزين وعايزين يستلموه، اقول لهم يجوا امتى؟ لا استنى بقى، ده الذره لسه في البحر. بقول لك ايه يا عمر، اديهم ميعاد بعد شهر احسن كده، بدل ما نديهم ميعاد قبل كده ونرجع نخلف معاهم. في موضوع تاني عايز اكلمكم فيه. خير؟ انا سمعت ان وزاره الزراعه ناويه تستورد مواشي من البرازيل علشان ترخص سعر اللحمه. هتلاقي الحكومه عايزه تعمل مصلحه. اوعى تكون فاكر ان الحكومه عايزه ترخص اللحمه عشان الغلابه تاكل، تبقى راجل مغفل عبيط لمؤاخذه. كتر خيرك يا حاج فتحي، متشكرين. جرى يا عمر في ايه؟ لو انت لحد النهارده ما عرفتش الحاج فتحي، ده طول النهار يقول عليك الامير عمر الطيب عمر. يا عمر والله بهزر معاه، انا بعاملك زي اخواتي بالظبط، محمد واحمد. يعني بقول لك يا عبيط يا ابو رياله يا اهبل، هزار ومحبه. خلاص بقى يا حاج فتحي، انا كل اللي يهمني في الموضوع ده خايف ان سعر اللحمه ممكن ينزل، وده ممكن ياثر علينا. ما تخافش، يوم الحكومه عندنا بسنه، حلني بقى عبال ما يلموا عمله من السوق ويفتحوا اعتماد، ده فيها بتاع 6 اشهر موت حمار. يعني هي الحكومه ما عندهاش عمله صعبه؟ وحياتك بيلموها بالسوق زي الزباين بالظبط. امال يعني هي الحكومه سنة سنانها على تجار العمله ليه؟ ما عشان كده يعني هم سنين سنانهم وبيشتروا منهم. الله الله عليك يا عمر، وانت قاعد على الشجر ومش شايف اي حاجه بره المصنع. وده كويس على فكره، خليك كده احسن، كبر دماغك من الحاجات دي خالص. ما قلتوش احنا هنعمل ايه؟ قول لي الاول يا عمر، مين اللي قالك الحكومه عايزه تستورد لحم؟ مصدر المعلومه مين بالظبط؟ اهو التفصيل اهو، حاجه تعر، اعمل حسابك انا مش هفصل تاني. هو يعني اللي بيلبسوا جاهز دول احسن مني ولا يعني احسن مني؟ استغفر الله العظيم يا رب. يا ستي مفيش في الدنيا دي كلها حد احسن منك. خد الهدوم دي اركنيها، وزعيها، ارميها، وما تعتريش هم، كلها كام يوم واجيب لك هدوم احسن منها 1000 مره كمان. ايه رايك فيها؟ سلام. يلا مننا بقى، يلا تعالي ريح، يلا يلا بقى، ما توجعيش قلب امال. لا يا اخويا مش جاي. مش جايه ليه بس؟ مش احنا اتفقنا خلاص؟ يلا منينا، يلا نغني سوا الليله يا عيد، يلا بقى. لا يا اخويا لا هنغني ولا اتفقنا. بص بقى يا تيفا، انا يا اخويا عايزك تغير شغلانه المصمت دي، عايزك تشوف لك كده شغلانه تانيه حلوه. يا دي النيله عليا وعلى سنيني وسنين المصمت. شفت؟ اديك دايما كده بتتخلق عليا، ما بتبقاش حلو وحنين غير لما تكون عاوز حاجه مني. ما هي دي شغلانتي يا منيره، شغلانتي، ما اعرفش شغلانه غيرها يا بنت الناس. وانا مش عاوز ابني بقى يتولد يلاقي ابوه بياع سمين. بياع السمين ده؟ خلف رجاله في شنبات، لازم تفهمي كده كويس، مش هتيجي انت على اخر الزمن وتطلعيني معاش قبل الاوان بأوان. ليه يا اخويا؟ هو انت لسه ما طلعتش؟ ده انت طلعت معاش من زمان قوي يا تيفا، ولا انت يا حاجة مش واخد بالك؟ لا واخد يا اختي، واخد معاش، معاش معاش معاش، بس هفضل بتاع سمين يا بنت بتاع الانابيب. انابيب ترن ترن ترن، انابيب ترن ترن. يا الله، ما الليله باظت باظت، الهي تولع فيك يا انبوبه. كل المنطقة دي هتمشي فيها الأبراج على شكل زجزاج على مساحة 32 فدان وأكتر. طب قول يا باشمهندس، هو مين اللي بيحدد خط السير أبراج الكهرباء، المحافظة ولا الوزارة؟ والله ما عنديش فكرة حاجة، بس أكيد بينسقوا مع بعض. كل اللي أعرفه إن المنطقة دي بيسموها مجرى خطر أو ممر خطر، عشان كده من المستحيل البناء عليها. هي دي مشكلة الأرض.
قلت لي يبقى كده يعملوا محطات ضغط عالي عشان الكهرباء. اكيد طبعا. يعني انت كده يا باشمهندس بتنصحنا ان احنا نصرف نظر عن موضوع الارض دي؟ بصراحه انا شايف كده هتضيعوا وقتكم فيها على الفاضي. لا الله يبارك لك يا جماعه، انا شايف ان العرض ده مش هيتكرر تاني. ده الواجهه هنا، شوف الواجهه يا حاج، بحر شرقي من ناحيه واجهه ده بالصلاه على النبي تعمل لها كيلو متر مربع يا محمد. ما هو انا عشان كده يا حاج بقول لك ان احنا عايزين ناخد حته الارض دي، ده انا نفوخ هيطلع عليها لو ما خدناهاش. طب بقول لك يا باشمهندس، صلى على النبي وقول عليه الصلاه والسلام. عليه الصلاه والسلام. احنا لو خدنا الارض دي على اساس انها ارض زراعيه وسقعناها شويه لغايه ما نشوف لها صرفه وبعدين نبدا نبني فيها، ساعتها المحافظه لما تلاقي البنا شغال ممكن ما تعملش محطه الكهرباء دي خالص ونبقى حاطينهم قدام الامر الواقع. لا يا حاج فتحي، ما ينفعش معنى كلام الباشمهندس ان الموضوع مرفوض من اساسه. مش هيدونا الارض لا عشان نبنيها ولا عشان نزرعها. الله، طب وبعدين العمل ايه يا باشمهندس؟ العمل عمل ربنا، ملكوش نصيب في الارض دي. طب اقول لك يا هندسه، ما فيش سكه كده مننا للمحافظ؟ والله انا ما اعرفش، ولو اعرف انا احبش اتدخل في الحاجات دي. طب يا باشمهندس احنا متشكرين قوي، تعبناك معانا. لا لا ولا تعب ولا حاجه، انا تحت امركم. السلام عليكم. السلام عليكم. اقول لكم يا اولاد، عايزين نشوف سكه للمحافظ، عايزين نقطع فرط في الارض دي. ما نروح ونشرب معاك كوبايه شاي ونكلمه في الحكايه على طول. الموضوع مش سهل كده يا احمد، عايزين واسطه، واسطه كبيره كمان، صحفي لواء شرطه يكون عظميه ناشفه في الداخليه، محافظ زيه. هنروح انا وانت اخوك نكلمه ونقول له ايه ولا هو يقول لنا ايه؟ يا اخوانا بلا واسطه بلا محافظ، الله، احنا نحط ايدينا على حته الارض على اساس ان مالهاش صح. يا ابني بطل تهول، احنا مش عايزين مشاكل ومش عايزين قواضي وغرامات، مش عايزين حد يعلم علينا، عايزين نكسب من غير ما نتحبس. يا محمد يا حاج مش هنتحبس ولا حاجه. اخوك بيتكلم صح يا محمد، احنا لازم دلوقتي هدفنا يبقى المحافظه والمحافظ، لازم يبقى عندنا معلومات كفايه عشان نعرف هندخل على الموضوع ده ازاي. وعلى فكره يا حاج، اننا نخليهم يدونا الارض وينقلوا ابراج الكهرباء موضوع مش سهل، صعب قوي قوي قوي. ما اهو ده ابو الماس، عايز ايه تاني؟ عايز ايه تاني؟ قلت 100,000 جنيه. برضه هتقول لي 100,000 جنيه؟ حته التعب دي انت بطلت بيها وانا هشيلها في حته الزباله الازرق ما اعرفلهاش طريق جره. وهتجيب يا فتحي ال 100,000 جنيه وهشتري الخاتم الخمس قراريط اللي انا عايزاه. قلت ايه بقى؟ قلت يا بدريه انا مش راجل عبيط، انا يوم ما ادفع 100,000 جنيه من جيبي لازم اكسب قصادهم 100,000 جنيه. وانا يا اخويا مش ست عبيط، والالماس سعره بيزيد، والخاتم ده مفيش منه غير حته واحده بس. عارف يعني ايه؟ يعني كاننا عندنا جوهره في البيت، كان عندنا حته مثل من بتوع الافلام في بيتنا. افلام ايه يا ام افلام؟ انت اللي بتعملي افلام عليا. وبعدين الخاتم ده هيبقى في صباعك انت، مش هيبقى في البيت زي ما انت بتقولي. وبعدين فاهمين انت بتروحي فين عشان تلبسي في صبعك خاتم خمس قراريط الماس؟ بتروحي فين يا بدريه؟ بطلي طمع وكفايه اللي عندك. بطل بخل انت وهات من اللي عندك. ايه مش ايه صباح؟ لا ما انا باكل اهو. مش باين مالك؟ مفيش، بس يعني بس ايه؟ قولي، هو مين اللي قال لك على الحاجات دي كلها؟ مش مهم يا صباح مين اللي قال لي، بس المهم اني مش انت اللي قلتيني. ماني قلت لك على كل حاجه اهو. بس بعد ما سالتك يا صباح مش لوحدك، ما جيتيش كده من نفسك وقلتيلي، وانا مش فاضي ادور ورا كل واحد، وبرضه ما احبش الناس تدور ورايا. انت عارفه ده معناه يا صباح؟ معناه ان ظهري بقى مكشوف وعريان، وانا اللي يكشف لي ظهري ويعريه ملوش مكان في حياتي. يعني ايه يا سحب؟ يعني اللي ليكي عندي واللي ليه عندك هما البنتين صفا ومروة. واني انت طالع يا صباح؟ ستة سبعة ثمانية. السلام عليكم. اهلا يا مدام بدرية، ازي حضرتك؟ الحمد لله. ثواني وهفضل حضرتك حالا. خد راحتك يا اخوي. تسعة كمان ده عشر. نيجي على ده بقى. ده بقى المهم يا استاذ، ونخلي بالنا منه قوي يا استاذ فضيه لو سمحت. ايه يا استاذ عصام؟ هو انا عمري ما شلت خواتم غاليه؟ ده انا طول عمري بشيل الحاجات الغاليه جدا. تسمح ثواني يا استاذ بالنبي؟ اتفضلي يا هاني. الله، هو ده من ابو خمس قراريط؟ هو ده خمس قراريط الماس حر يا مدام. ده تحفه. ايه رايك؟ ده يخلي الصوابع تتكلم. بقول لك ايه، مش ده اللي اتكلمتني عنه؟ مظبوط، هو ده اللي اتكلمنا عليه. خلاص
اعتبره بتاعي، انا اشتريته. خلاص ازاي؟ خلاص ازاي يا مدام؟ ما ينفعش مدام تهاني لو عرفت تبقى مشكله كبيره. وهي مدام تهاني لسه شافت الخاتم، هو مش برضه يا اخويا حضرتك واخد لها الحاجات دي عشان تفرجهم لها؟ ايوه. خلاص اعتبر ان الخاتم ده ما كانش موجود من اصل. عموني مدام بدريه سيبيه يروح بيهم، وكده كده اعتبر الخاتم بتاعك. الله، طب وافرض شافته وعجبها واخدته؟ هجيب لك احسن منه يا ست الكوري. بس انا مش عايزه الاحسن منه، انا عايزه ده. جرايه يا مدام، هي عافيه ولا ايه؟ هو انا عشان ذوق معاكي حسوق فيها ولا ايه؟ جرايه يا راجل انت بتكلمني كده ليه؟ هو ده كلام؟ والخاتم هيروح لمدام تهاني؟ يعني هيروح لمدام تهاني؟ اهدى بس يا استاذ طلال، هنحله بس بهدوء، موضوع بسيط. يا استاذ عصام بدل ما تقول لي اهدى قول لها هي يكون عندها شويه ذوق وشويه دم. لا لا ما تغلطش، ولا كلمه واحده وهتلاقي الجزمه فوق دماغك. جزمه الفضاني؟ جزمه على دماغك ودماغ اللي ربوكي كمان. طب هو عشان تبقى هو ده اللي حصل، ولازم تجيبوا لي حقي دلوقتي حالا. الله، ما هو لازم يعرف ان ورايا رجاله. ضربت الراجل في المحل يا بدريه؟ طب هو فين دلوقتي؟ معرفش، سبته في المحل ومشيت. لا اله الا الله، ما تزعليش مني يا بدريه، غلط قوي انك تعملي كده معاه. غلط بقى ولا مش غلط، اهو ده اللي حصل، ولازم تجيبوا لي حقي. هيجيلي يعني؟ هيجيلي طبعا، حقك لازم يجيلي، وحتى لو غلطانه ما ينفعش راجل يمد ايده على واحده ست يا احمد. طب والخواتم؟ الخاتم فين يا بدريه؟ معرفش. يعني ايه ما تعرفيش؟ يكونوا ضاع منك في الخناقه والدب تعرف ثمنه. احنا فين ولا في ايه دلوقتي يا فتحي؟ دكتور ما تعرفش يا سيدي. الناس هتسمع صوت نمر الباب. لا اله الا الله. اهلا يا باشا، اهلا وسهلا. نمر يا فندم. مش ده برضه منزل بدريه عرفان؟ ايوه يا فندم. هو هي فين؟ مش موجوده في الحقيقه، يعني في مشوار كده. طب احنا عايزينها في القسم. خير يا حضرتك، تسال على بدريه ليه؟ في محضر معمول ضدها، ضربت واحد وهيحتاج علاج اكتر من 21 يوم. 21 يوم؟ طب اجي انا معاكم، انا جوزها ابو عيالها. احنا عايزينها هي اللي تيجي معانا. هي مش موجوده دلوقتي، مش موجوده في البيت. انا هسيب خبر اول ما تيجي على الجنه على طول. ها احمد حصاني، اتفضل يا باشا. يا محمد. نعم. اول ما تيجي مرات الحاجه هاتها وتعالى لنا على القسم على طول ان شاء الله. بصراحه حاولت معاه بس هو راكب دماغه برضه. مدام بدريه زودتها قوي الحقيقه. ما انا عارف ان هي حمائيه، بس حصان بيه ضروري تشوف لنا اي حل معاه. ما هو المشكله انه راكب راس ومستقوي، اصل سكرتير المحافظ، وكان واخد الخواتم دي لمرات المحافظ. يا نهار ابوك اسود، المحافظ ومرات المحافظ؟ يعني بدريه راحت في ده يا احمد؟ نهارنا اسود النهارده. لا 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 اسود ولا حاجه، نهارنا زي الفل يا حجيجه. انت قلت لي اسمه ايه؟ اسمه الاستاذ فضالي. لو سمحت والله يا حضره الضابط، بعد اذن حضرتك لو ممكن تسمح لي بس اكلم الاستاذ فضالي كلمتين بس على جنب. والله دي حاجه ترجع للاستاذ فضالي. فضالي اللي اتضرب واتبهدل النهارده. انا لا هقول كلمه ولا كلمتين، انا هاخد حقي بالقانون. طيب ومين اللي قال لحضرتك ان احنا مش هندي لك حقك؟ احنا هندي لك حقك، بس عايزين نتكلم معاك كلمتين انا والحاج على جنب بعد اذنك لو سمحت. بعد اذنك يا فندم. اتفضل. اتفضل يا فندم، اتفضل. على مهلك على مهلك، الله يكرمك. على مهلك الله يكرمك. الف سلام عليك يا سعاده الباشا. الف سلام. انتوا عايزين ايه؟ ولا اي حاجه، احنا عايزين نتعرف يا سيدي. عايزين نتعرف يا سيدي. اعرفك بالحاج فتحي اخويا الكبير وزوج مدام بدريه. زي ما اخترت يا اخويا. اكرمك الله يا فندم، وانا الحاج احمد توفيق. احنا تجار كبار ولينا وزننا في السوق. انا مالي اذا كنتوا تجار كبار ولا صغيرين؟ اهدى اهدى، بص راسك اهدى. ساقي عليك النبي تهدى، احنا عايزين نرضيك ونجيب لك حقك لغايه عندك، بعيد عن الاقسام والكلام الفاضي ده. وبعدين بدريه يرضيك يعني انها تيجي وتتبهدل هنا في الاقسام؟ احنا عمرنا ما دخلنا اسم. لازم تتبهدل عشان تعرف ان هي مدت ايدها على الاستاذ فضالي. تعرف ازاي يا فندم؟ تعرف ازاي؟ ده انا لما عرفت ما صدقتش ان ده حصل مع حضرتك. لا اله الا الله، يحصل معاك انت. انت يا فضالي بيه، انت يلي سمعتك سبقاك. وانت تعرفني منين بقى عشان تعرف ان سمعتي سبقاني؟ اعرفك منين ازاي بقى؟ لا اله الا الله، وهل يخفى القمر؟ طب بعد اذنك حاج فتحي، اتفضل. انت عارف بقى ان هم بيقولوا ان سياده المحافظ ما بيعرفش يعمل اي حاجه الا باستشارتك. صح، قول الكلام ده لمرات اخوك. هنقول لها سعاده الباشا، هنقول لها. انت بتعرفش احنا هنعمل فيها ايه؟ انا شخصيا هديها بالجزمه. والله، وهجيب لك حقك لغايه عندك. لا كمان بقى سعادتك بقى، وده من عندنا بقى، الخاتم اللي انت كنت عاوزه اعتبره موجود للهانم ومن غير ما تدفع ولا مليم.
ازاي يعني؟ ازاي يعني يا سيدي؟ اسمع اللي بقولك عليه واكتر كمان، اللي انت عايزه هنعمله لك. والله العظيم ما هتندم يا استاذ فضالي، وهتبقى اشتريتنا بذوقك وكرم اخلاقك، والله ما هتندم، ده احنا رجاله 10 على 10. بص بقى، هتبقى اشتريت رجاله ومش اي رجاله، بس تنازل الاول عن المحضر. لا مش هتنازل على المحضر، اركن المحضر عند الضابط لحد ما اعرف هتدوني حقي ازاي. يعني ايه حقيقه؟ ابوس دماغ مين؟ ده انا لو شفته تاني هديله بالجزمه على دماغه. يا بدريه، ابوس دماغك انا، ابوس دماغك انا، لم الموضوع، هتروحي في حديد. ده سكرتير المحافظ. سكرتير المحافظ على نفسه يا حبيبي، مش عليا. يا بدريه، المحضر لو مش رسمي يا بدريه، شايف الغواش اللي في ايدك دي؟ بدل الغواش دي هتلبسك كلبشات، وانا مش هعرف اعمل حاجه. انت مش هتعرف، انا بقى هعرف، وبدل المحامي هقوم 10. طب عشان خاطر يا بدريه، ابوس ايدك، ما تصغرنيش قدام الراجل. انا قلت له ان انت هتبوس دماغه ونخلص الموضوع. والله لو حلفتني على الميه هتجبد مع نفذ اللي في دماغي، وهو اللي يجيلي لحد عندي ويتاسف لي ويبوس دماغي ورجلي كمان. ويبوس دماغك ويبوس رجلك بأمارة ايه يا بدريه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. طب لو قلت لك يا بدريه ان في مصلحه جامده قوي مع المحافظ، واحنا عايزين نطوي الراجل ده تحت بطنا عشان يخلص لنا المصلحه، يبقى اقول لك ايه؟ اقول ماليش دعوه غير بكرامتي، انا كرامتي عندي بالدنيا وما فيها. طب لو قلت لك ان المصلحه دي بملايين الملايين، وان هيجي من وراها رزق كبير قوي يسد عليه الشمس، يبقى اقول لك ايه؟ اعرف ايه هي المصلحه الاول، واعرف مصلحتي في المصلحه، عشان اشوف اذا كنت حبوس دماغه ولا حنست الكعب جزمتي على دماغ امه. ايه ده؟ انت خارجه ولا ايه؟ لا لابسه يا اخويا عشان داخله الحمام. الله 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 الله، انت بتتنوري عليا يا منيره. اصلك يا اخويا شايفني لابسه، هكون يعني راحه فين؟ اكيد خارج. ماشي، طب خارجه راحه فين يا ست منيره؟ راح اشتري شويه حاجات انا والبت لواحظ للبيت. ويعني هي حبكت تنزلي دلوقتي تشتري حاجات للبيت في نص الليل؟ نص الليل ايه يا تيفا؟ لسه يا اخويا ما جاتش 9. خلاص خلصنا، مفيش خروج دلوقتي، يبقى انزلي بكره اشتري اللي انت عايزاه. جرى ايه يا حاج؟ انا يا اخويا لما اقول خارجه يعني خارجه. وانا قلت مش هتخرجي يعني مش هتخرجي يا منيره. جرى ايه يا حاج؟ هو انت اخويا بتفكر تمد ايدك عليا ولا ايه؟ الست اللي تعصى جوزها ملهاش غير الضرب. ده لا عاش ولا كان ولا اتولد اللي يفكر يمد ايديها على منيرة. لا اتولد وحسبتلك وقلت مش هتخرجي يعني مش هتخرجي. اوعى ايدك دي يا ناس، يا ناس الحقوني يا ناس، يا ناس التوفيق عايز يموتني يا ناس. عايز التوفيق، حرام عليك يا ناس، الحقوني الحقوني يا ناس، التوفيق هيموتني انا والعيد اللي في بطني. يا الله 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 الله، يا بنت بتاعنا نبيل. لو كان كده ماشي خلاص، انا هخلص لك موضوع الارض ده، بس ليا شرط، 10% من الأرض ومن أي حاجة تتعمل عليها. 10%؟ ماشي، بس يكون في علمك هتدفعي نصيبك زيك زينا. هدفع 5% بس ونصيبي هيبقى 10. تعجبيني شاطرة. أقوم بقى أكلم الراجل وروح نقابله. راجل مين اللي تكلمه؟ فضالي، الراجل اللي أنت ضربتيه في محل الجواهرجي. نروح نبص على دماغه ونصالحه. أنا مش هبص على دماغ حد يا حبيبي. يبقى كده بدري المصلحه مش هتتم، وحته الارض اللي عيني هتطلع عليها مش هشوفها. مالكش انت دعوه يا فتحي، الارض اللي انت عايزها هجيبها لك، وانا ليا نصيبي في الارض. يا ستي ماشي، انا من ايدك دي لايدك دي، بس قولي لي ازاي هناخد الارض من غير ما نصالح الراجل. ايوه ايوه ايوه، لا حول ولا قوه الا بالله، بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه خير. يابا الحقني يا دكتور، الحقني يا ابني.